زيارتي اليوم لإخواني في القوة البشرية برئاسة أخوي الدكتور اللواء خالد الكندري وزملاء الرجال إخواننا لتقديم الشكر على ما قاموا به من جهود مشكورة ومقدرة وكبيرة لتشجيع أبناء الكويت للانخراط بالجيش الكويتي الباسل عبر الحملات الإعلامية وتواجدهم في الميدان مجمع الأفنيوز وباقي الأماكن العامة لتشجيع أبناء الكويت ليكونون قدوة لغيرهم في خدمة الوطن. كذلك اليوم احنا امام حقبة جديدة لخدمة الكويت، لخدمة الجيش الكويتي، دفاعنا تراب الوطن من خلال فتح المجال لنصف المجتمع الكويتي، خواتنا وبناتنا. الدستور الكويتي لم يفرق بين رجل أو امرأة، لم يفرق بين أبناء الوطن، كلهم سواسية. نحن اليوم نحتاج إلى العقول أكثر من احتياجنا إلى العضلات. نحن عندنا اليوم أجهزة كبيرة، أجهزة إلكترونية، عندنا السايبر سيكوريتي، الإنترنت، حماية الدولة والوطن من الهجمات الإلكترونية، عندنا أجهزة صواريخ معقدة تحتاج لها إلى عقول لصيانتها والعمل فيها. أنا صراحة سعدت باللي شفته في زياراتي لجميع معسكرات وألوية الجيش الكويتي. شفت خواتي وبناتي في الورش الفنية، مشاهدة العسكرية، ورش الدفاع الجوي، صيانة الباتريوت نفسها. بناتنا موجودين هناك في الورش، موجودين. رحت الورش المنشآت العسكرية لقيتهم قاعد يداومون كلهم، مشاتل، مختبرات، كلهم موجودين هناك. رحت بعدين المستشفى العسكري، بنات الكويت مداومين في المستشفى العسكري، موجودين أطباء، خدمات تمريضية، خدمات مساندة لهم موجودين في هذه الأماكن. ليش ما افتح لهم المجال ان يتخرطون بالسلك العسكري في مكانهم بالاماكن اللي متواجدين فيها؟ انا ما راح اوديهم الى ألوية مقاتلة، في اخوانهم موجودين هناك. انا احتاج دعمهم، خوات رجال احتاج دعمهم لاخوانهم، اخوانهم بيكونون في الجبهة في الميدان يدافعون ويصدون اي عدوان على الوطن، وخواتهم صفوف الخلفية يعاونونهم، يجهزون جميع احتياجاتهم. طبابة مهمة، أحد فيهم صار فيه شيء، تعور، أصيب، أخته وبنته موجودين في الصفوف الخلفية لعلاجه. في النهاية أحب أقول حق خواتي وبناتي، الجيش الكويتي محتاجكم، الجيش الكويتي أنتوا أبناءه وبناته يحتاج أهله. أنا بالجيش الكويتي، الكويتيين هم اللي قاعد يدافعون عن أرض الوطن، هم يغطون جميع الاحتياجات. الآن احنا دخلنا عصر التكنولوجيا،
احنا الدبابه نفسها اصلا ما تقدر، مو ايام قبل اضرب واضرب وهذا، لا لا لا، الدبابه الحين كمبيوتر. عشان اشغل الكمبيوتر واصين الكمبيوتر انا احتاج بناتنا، هم الصيانه لهم، واخوانهم هم اللي قاعدين داخل الدبابه وهم داخل حق الصيانه موجودين. اخترب شيء موجودين، وموجود هالكلام هذا، انا ما غيرت شيء، موجودين بناتنا هناك، بحولهم من مدنيات الى عسكريات بنفس المكان اللي هم فيه. فالكلمه لكم الحين خواتي، كلمه لكم، اللي تبونه موجود، ماكو شيء راح يكون عائق امامكم للانخراط بالدفاع عن وطنكم. فالجيش الكويتي فتح ابواب لكم ويرحب فيكم، واوريدي انا موجودين عندنا حوالي 466 بنت من بنات الكويت موجودين في مختلف الورش والمستشفى العسكري يعملون فيه من سنوات. هذا اللي انا قاعد اقول راح افتح المجال لكم، موجوده من 466 بنت الحين اوريدي موجودين في الخدمات الطبيه والخدمات المسانده اللي اعلنا فتح المجال لهم. هذا بس نسوي لهم شفت، نغيرهم من تسميه مدنيه الى تسميه عسكريه. فهذه البدايه راح تنزل ان شاء الله في المستقبل القريب الشروط اللي يحتاجها الجيش الكويتي للانخراط في دوراته. فارجع واقول يا اهلا وسهلا فيكم، الكل محتاجكم، وهذا فرصة لكم لخدمة وطنكم. عساكم على القوة، نشوفكم على خير عندنا.